مقابلتنا الثالثة اليوم راح تكون من الشام كمان بالعاصمة السورية. زارت الزميلة جاردينيا نعامة طبيب التجميل رامي حيدر، وكان الحديث متمحور حول تقنيات وأساليب جديدة متعلقة بالجمال. اهلا فيك على شاشة ال تي في. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا، اهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين اكثر عن شركتكم. تمام، نحن شركة ركن الجمال او بما تعرف استاتيك زون. الحقيقة نحن بدينا بشركة الفيس بي سنة 2018 ومهتمين بمجال التجميل الطبي بشكل عام. الحقيقة هدفنا نحن بالاساس اكاديمي علمي قبل ما يكون هو تجاري. هدفنا نحن نوصل الطبيب للطريق الصح اللي هو لحتى نحسن حياة المريض، وبالتالي نبعد كثير عن امور الاخطاء العلاجيه الشائعه اللي عم نشوفها بهذا المجال. بنتميز نحن بالخيوط الشد، بنتميز بالمواد المالئه والميزو. وكلاءنا نحن من ايطاليا ومن كوريا. اليوم نحن معك بهيدا الوركشوب يلي مستضيفين فيه دكتور رامي، خبرنا بالاول ايش اخترتوا لدكتور رامي لحتى يكون معكم. هلا الحقيقه هي مو بس الفكره بالدكتور رامي، لانه نحن هي مو اول فعاليه بنعملها هيك. نحن دائما عودنا اطبائنا هون بالقطر نجيب لهم دائما اطباء عالميين معروفين عالميا لحتى يصير مثل ما بيقولوا شيرنج بالمعلومات بالشيء اللي الناس عم تشوفه برا والشيء اللي موجود هو حاليا. هلا الدكتور رامي بشكل خاص هو بحقيقه هو مدرب عالمي، بتشوفوه عم يدرب بفرنسا، باسبانيا، بالمكسيك، بباكستان، بدبي، بدول الخليج، بتشوفه بكل مكان بالعالم. فانا حبيت هالخبره الفريده من نوعها انه نقدمها لاطبائنا هون، وهذا اقل واجب صراحه. خبرنا شو رح يكون في او شو جدول اعمال الوركشوب؟ الحقيقه رح يكون متنوع. بنحكي نحن عن حقن الوجه التجميلي، فلما نحكي حقن وجه تجميلي هو اكيد بحر ومتنوع، ولكن حنختص القول اليوم بالنسبه للبوتوكس، للفيلر، ولخيوط الشد. طبعا حيكون في محاضره بالاضافه لاجراء عملي قدام الاطباء كلياتها. شاشة ال تي في، يا اهلا وسهلا، كيفك؟ روعة. شو اخبارك؟ يعني مبين الحماس لعندي هلا. شايفه عن جد كثير متحمس، كثير متحمس انه اكون ببلدي، كثير متحمس انه عم برجع عم شارك الخبرات واتعلم وهيك ونشوف شلون عم تنعمل الحقن التجميلي والاجراءات التجميليه بالطريقه الصح. ودائما نحكي قديش نحن عندنا الخبرات مهمه، سو كثير حلو انه بعد هالفتره الطويله وبس كل السفر اللي بسافره انه اخيرا صرت بسوريا وبالشام بمدينتي ومدينة عيلتي انه اقعد احكي عن هالقصص هي كلياتها. خبرنا لكان شو رح يتضمن اليوم هيدا العرض؟ اوكي سو اليوم رح نحكي باخر تقنيات تبع حقن البوتلم توكسين او البوتوكس، ورح نحكي باخر تقنيات تبع حقن الفيلرز. بفتل كثير العالم، يعني من دائما بقول من كولومبيا لكوريا وبلاد اللي بالنص، بقى شفنا كثير طرق غير وكل واحد عنده طريقته، بقى حلو انه نجمع هدول كل الطرق واجي ونتشارك فيها هون بالشام ونحكي عنها. سو رح نحكي عن احدث الطرق وشلون مو بس طرق الحقن، شلون الواحد لازم يكون سيف، يعني لازم يكون امن بالحقن ويوصل للنتيجه الافضل بطريقه دائما سيف من غير مضاعفات. هذا اليوم بدنا نحكي فيه. قديش اليوم عم تحصد يعني رواج خلينا نقول عمليات التجميليه الغير جراحيه؟ شوي ولا شوي الطب بشكل عام عم بيتجه للطب الغير جراحي، والسبب هو
شوي ورا شوي نحن ما عاد عنا وقت للشيء، عم نخلص من وقت وبدنا نوصل للنتيجة بسرعة بريكفري أقل تايم. بقى مثلا صار مثلا العمليات تجميل الأنف شوي ورا شوي الدكاترة عم بيحاولوا يلاقوا طرق أسرع بحيث إنه ضل الوقت ما بعد العملية يكون قليل مشان يرجعوا الشباب والصبايا لحياتهم المهنية السريعة. مشان هيك هلأ عم بيتجه للطريقة الغير جراحية، لأنه الغير جراحية الواحد بيقدر يجي مثلا ببريك الغداء من الشغل يعمل مثلا الفيلو بوتوكس ويغير وشه ويرجع مرة تانية على شغله من غير مضاعفات، من غير ما يقعد بيت، من غير ما يزرق ويحمر وهالقصص هيك. حسب انت شو عم تشوف هي الفئة العمرية شو هي يلي عم تلجأ أكثر لهدول الأشياء؟ هلا حسب الإجراء، بس بعرف شو عم تحاول تسري، عم بيصغروا أكتر. إيه عم نبلش، وهي موضوع كتير مهم، لأنه نحن شغلتنا إنه دائما بقول إنه نقول لا. لما لازم الدكاترة يكون عندهم القوة إنه إذا الصبايا الصغار اللي عم بيتجهوا لهذا الشيء وهن ما بيحتاجوا برأيهم يقولوا لا، لازم يقولوا لا. دائما يقولوا لا للدكاترة، هي رسالة الدكاترة، إذا في شيء برأيكم ما بيصير ينعمل، وصل للصبايا الصغار اللي هن بتكون شفايفهم أصلا حلوة وخدودهم حلوة، ما في داعي ننفخهم زيادة، بيجي بس مع الوقت، مو بس صغار. ترند بقى ما بقى بتصير ترند، وطبعا السوشيال ميديا بتلعب لعب كتير، والفلاتر اللي عم تطلع كمان بتلعب لعب كتير، واسمها فلتر واسمها فيك بقى، مشان هيك ما بنقدر نعملها مثل الفلتر. ولذلك عم نحاول هلأ نرجع شوي بطريقة الحقن، وهذا الشيء بدنا نحكي عنه اليوم، بطريقة عمل إنه لما بدنا مثل ما بيقولوا ننحت الوش، ننحته بطريقة طبيعية، ما ننحته بطريقة فيك ومنفوخ وكبير وهالقصص هيك. لا تأخذ كتير من وقتك، بس لازم أسألك عن المفاهيم الخاطئة يلي اليوم عم تصير، قديش عم نتلافها شوي ورا شوي؟ أكيد هلأ دائما أوكي، أول شيء المفاهيم الخاطئة عم بتصير بسبب ممارسة الحقن الخاطئة، والنهاية نحن دائما بقول كل الدكاترة لازم تتعلم وكل الدكاترة لازم تكسب خبرة، بس يحاولوا يهدوا اللعب شوي، ياخدوها شوي شوي ويتعلموا من المكان الصح ويتدربوا تحت المظلة الصح مشان يتفادوا هالمفاهيم الخاطئة ويتفادوا المضاعفات اللي ممكن تصير. لكل الصبايا يلي عم يحضرونا ما قدروا يجوا اليوم على الورشة، بدنا نصيحة منك لألون على شاشة آر تي في. اسمعوا رأي دكتوركم، إذا برأي الدكتور أو الدكتورة ما بيصير نعمل الإجراء البوتوكس والفيلز أو أي إجراء تجميلي، ما تصروا عليه أو ما تروح عند دكتور تاني، لأنه عم نعمل هذا الشيء لمصلحتكم. أنا دائما بقول أنا دائما عم بنصح بالأقل ما نروح أكتر. Thank you. أهلين، شكرا لك، يعطيك العافية. Thank you، شكرا كتير.